تنحملش إذا كان العربي ما يحملش النجاح ديال واحد آخر عربي. السلام عليكم. واضح معكم ياسين المرابط من المغرب. ياسين المرابط من المغرب، 35 سنة، ديزاينر. الوالد ديالي هو اللي كان السبب ديالي باش دخلت الموضة، لحقاش هو كان خياط، وأنا كان عندي واحد لو طالون اللي أنا كنعرف نرسم، وحاولت ندير المزيج ما بين لو طالون ديالي و لا مود. سي فري كو الحلم ديالي كان نكون استاذ ديال الرسم، لحقاش كان كيعجبني الرسم في الصغر ديالي. والحمد لله حتى هذا الدومين اللي كندير فيه انايا، الدومين ديال التصاميم الازياء، عجبني دابا اكثر. دائما كيعجبني نلبس ازياء شويه مختلفه، ماشي اي واحد يقدر يلبسها ولا شي حاجه. كتعجبني الموضه اون جينيرال، هذا الشيء علاش خلاني بالضبط نميل لهذا المجال هذا ونعطيه واحد الحله جديده. انايا كبرت في العائله اللي متحضره، زعما هذا الشيء بالنسبه لهم عادي، واحترموا الطموح ديالي وعاونوني غير لو سوتيان مورال، هذا هو احسن حاجه. كنعطي رساله ولا كنعطي شي حاجه كتشوف فيها الثقافات المغربيه ولا الافريقيه، نحاول نحيي هذوك اللي ماتيريو اللي كيكونوا عندنا اللي ما كنردوش لهم البال، بحال الزربيه. وكنحاول نعطي واحد الصوره جديده باش تعطي واحد التصميم هائل وغريب او ميم طون. كان عندي معاه واحد تصميم، هي واحد لافيست في الاغنيه ديال غزالي، وخدات واحد الفوز كبير، لحقاش كان تصميم بالنسبه للشاشه العربيه هو كان برودوي جديد. جمال ومعادي ضحك لي وخلاني سعد مجرد هو يا صديق، وانا فرحان حيت خدمنا اونصومبل، وان شاء الله باقي مازال غادي نزيد نخدم اونصومبل. كنت مع بزاف ديال الفنانين كبار ومشهورين، خدمت مع دومبيك الرابور الاول في المغرب، نقدر نقول لكم حتى في شمال افريقيا. خدمت مع فنانين اجنبيين، لبست بحال الشيا كيز، كاني ويست، درت واحد لقاء مع ويل سميث حتى هو، لبست شارابوفا البطله في التنس. هذيك الانسبيراسيون ديالي هي هو السكري، لحقاش كيجيوني شي افكار ببساط ولكن كنعرف نوظفهم. وبيان سور لي فواياج كيعاونوني بزاف باش ناخذ افكار. على ليترونجي هما عندهم لا كرياسيون اوت كولتور، زعما هما كيمتازوا بالدقه في الاثواب، في التصاميم، في لي ديكو، هما عندهم افكار وحنا عندنا في افكار لحق، ولكن ما نساوش بان دابا الافكار ديالهم هما هي صافي تحدوا. دابا راه كيحاولوا يجيو لافريقيا باش ياخذوا الانسبيراسيون باش يوظفوا الافكار ديالنا. خدام على واحد لا كوليكسيون جديده مسميها كازابلانكا، المدينه اللي تزاديت فيها انايا. هاد لا كوليكسيون جبولي لا ديدي بوغ الناس ديال كازا والناس ديال المغرب كاملين، وان شاء الله قريب غادي تخرج. احسن ميساج نقدر نقولو لا نوفيل جينيراسيون ولا كوتاسوا لا جينيراسيون لا موين، هو الا عندكم شي طالون ولا عندكم شي موهبه ما تفرطوش فيها، كون مضاير بالناس بوزيتيف اللي كيكونوا اللي غيقدروا يعاونوك، وما تصنتوش لي كريتيك ديال الناس اللي غادي يحطموكم، بالعكس خليك ديما قوي وان شاء الله راه غتوصل داك الشيء اللي بغيتي. كنشكر واضح على هذا الانترفيو هذا، وكنتمنى ما نكونش ثقيل عليكم في هذا الانترفيو.